نشرة النهار المفصلة نقدمها لحضراتكم من النهار اليوم، أهلا وسهلا بكم. نفى السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية ما تردد في بعض وكالات الأنباء الأجنبية عن توجيه ضربات جوية مصرية لمواقع ومراكز ميليشيات مسلحة في ليبيا. وقال يوسف إن كل ما يتردد بهذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها، كما نفى في تصريحات أوردتها صحيفة الشروق صحة التقارير التي تحدثت مؤخرا عن اتفاق بين القاهرة وطرابلس يسمح للقوات المصرية بالتوغل في العمق الليبي.